بسم الله الرحمن الرحيم. شهداؤنا منابر أمتنا وفخر عزتنا ومحل كرامتنا. في هذه الحلقة نستعرض حياة البروفيسور الأستاذ حسن الربيعي من مواليد محافظة بغداد عام 1924، وبعد ذلك أوفدته وزارة التربية العراقية إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأمريكية. وفي الجامعة الأمريكية أخذ البكالوريوس في العلوم، ثم ذهب إلى فرنسا عام 1953 وأخذ الدكتوراه، ومرة أخرى ذهب إلى لندن أيضا وأخذ الدكتوراه في علم التغذية. بعد ذلك رجع إلى العراق، وحينما رجع إلى العراق أصبح رئيس المجمع البحث العلمي، وأيضا طبيب محاضر في عدة جامعات في كلية الطب. وهو أول شخص كان مسؤول قسم الكيمياء الحياتية في جامعة بغداد في كلية الطب. كان الشخص الذي كان قبله هو أستاذ هولندي يسكن في العراق، وكان هو المسؤول عن هذا القسم. حينما هو عاد إلى العراق بعد ذلك تولى مسؤولية هذا القسم بالإضافة إلى الأقسام الأخرى المتعددة، وكان أيضا له دور كبير في تشكيل وتأسيس جامعة الكوفة. لكن مشكلة أستاذنا العظيم البروفيسور حسن الربيعي أنه لم يكن منتميا إلى حزب البعث، ولهذا السبب تعرض إلى مضايقات كثيرة. في عام 80 تقريبا كانت قد صدرت أوامر بإحالة مجموعة من خيرة الأساتذة الجامعيين الحاصلين على عدة شهادات ومن كليات عالمية وجامعات عالمية، إحالتهم على التقاعد الإجباري. وكانت من سياسة النظام البعث أنه قام باستبدال هذه العناصر الطيبة من أبناء الوطن العزيز بعناصر أخرى من شهادات أخرى من أساتذة الهنود والباكستانيين وغيرهم. في هذا الوقت تعرض هو إلى مضايقات أكبر، لأنه لم ينتمي إلى الحزب ولم يكن يفكر أصلا بالجانب السياسي باعتبار أنه اتجاهه كان منصب على العلوم والدراسة والتعليم وما إلى غير ذلك. تم استدعاء عدة مرات إلى مديرية الاستخبارات والأمن في بغداد، ويعني رغم الإلحاح إلا أنه لم ينصاع إليهم. في المرة الأخيرة وضعوا له سم في الكأس الذي شربه، وكانت النتيجة أنه توقفت الكليتين عن العمل، واستشهد في مدينة الطب التي تبعد عن محل عمله بضعة أشبار. وهكذا يبدو تكريم حزب البعث وأزلامه للعناصر والكوادر العلمية المثقفة التي يفترض أن نتباهى بهم أمام العالم أجمعين. رحم الله الأستاذ الدكتور حسن الربيعي، ورحم الله كل شهدائنا الأعزاء، وشكرا لكم.